ولا لا؟ فترة الوتيرة اللي كان بالعام الأغلب هو الإسرائيلي حاول لفترة إنه بيعمل تصعيد، وحاول من هذا خلال تصعيد هيمن على مسار التصعيد، بيقوم بخاف حزب الله بيقوم بيرجع لورا. هذا ما تحقق، وبما إنه لهلا في قرار بعدم التدحرج عند الإسرائيليين للحرب لأسباب مختلفة، انتبه إنه هذا التصعيد بس عم يرفع المخاطر وما عم بغير خيارات حزب الله، يعني بيكون جاهز له، وبالتالي رجع الإسرائيلي انضبط. على كل حال الجانبين اعترفوا بعقلانية الآخر إلى حد ما، حسابات الواقع. من إحنا بالنهاية العقلانية بتفيدنا، نحن نضبط الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي شو قالنا ب 7 أكتوبر؟ قالنا ليك وأني جنات، فقالنا نحن من عقلك بالقوة، يعني هو كما يبيعنا جنونه لنرجع لورا، قالنا له بتجن ما كمان نحن من جن معك، فبالقوة هديته. أنا اللي بدي إياه شو هو كحزب الله بالمقاومة؟ أنا عم بعمل بدي هذا المستوطنين اللي خليه المستوطنات برا، لأنه عم يضغطوا على صانع القرار الإسرائيلي، وبالتالي عم ضل هالجبهة عاملة قلق كتير كبير للإسرائيلي، مع الإشارة فكرة الاستيطان بإسرائيل. ونحن بنقول لما نضغط على طرف ما نفوت على عقله ونفهم شو القيم الاستراتيجية بعقله. ممكن خوفك بشيء بالنسبة لطرف تاني يقول لك ما بتعني لي إسرائيلي، فكرة أن المستوطن قائم في أرضه غير مهدد، هذا اللي جبناه تاريخيا من آخر الدنيا، وقلنا له زراع وقعد واستقر، هذا شيء مقدس عند الإسرائيليين. فنحن من 5 أشهر مظهرين 100-150 ألف مستوطن، هذا شيء كتير كبير بالعقل الإسرائيلي. مدام هذا محققه وعامل إشغال للجبهة وعامل هذا الاستنفار وعامل هذا الاستنزاف وعم بعمل ضرب، هذا اللي أنا بدي إياه، هذا كله متحقق، وعم كمل عليه بالسياق اللي صار معروف وواضح، وأنه هدية لأنه إسرائيل اكتشف التصعيد ما راح يفيده بيحطه مخاطر. نعم، خلينا نروح إلى منحة آخر كتير عليت بالآونة الأخيرة، يعني كيف تذكر وقت الهيك طلعتها بروجة 1701، بلشنا 1701 ولا أرجعنا بعدين خلاص تكرش مع هوكشتاين وهيدا ومشي المسار. هلأ يعني المقولة الدارجة للترند هلأ الهمروجة، همروجة نزع سلاح المقاومة وال 1559، عم نسمع هيدا شيء بقوة في متركاج على هيدا الموضوع، بتسمع بكل الأحاديث التلفزيونية بكل النقاشات بكل الحوارات بس بالصحف بالجرائد، وصولا إلى أن تكون بند أساسي على ورقة المسيحية المسيحية أو الوثيقة المسيحية في بكركي، وطلع كلام عن هذا الموضوع في بند، ويعتبر البند الأكثر تعقيدا هو سلاح حزب الله وال 1559، علما أنه البطريركية وضحت انه مش هيك هو الجو يلي تسرب ويلي شفنا جزء منه امبارح باستوديو هون بالتحديد، مش هذا هو الجو يلي تسرب، وانه هذا اجتماع يبدا مسيحي مسيحي وبيطلع وثيقه مسيحيه مسيحيه ليمتد على مستوى الوطن بشكل عام وتكون تتحول الى وثيقه وطنيه. أول شيء بعد حرب غزة لازم كل قوى المقاومة في المنطقة أن تسعى إلى زيادة كميات ونوعيات تسلحها بشكل قياسي كتير كبير، مادام نحن في عالم الأرض ظالم وفي عدو إسرائيلي هالقد مجرم، نحن مش جاهزين نحط حالنا بموقع الخطر، وبالتالي علينا أن نعزز الردع إلى الحدود القصوى. يعني هذا القوى المقاومة هيدا ردك على يعني 95 على البند أنه هنا عمولوا سلاح، والتفكير على محور كله نحن لأي كيف نتسلح، يعني عم يقولوا نزع سلاح وتطبيق 1559 ما عم يقولوا شو رح يصير. فكل قوى المقاومة بالمنطقة اليوم معنية برفع قياس، كيف الإسرائيلي اللي قلت لك قبل شوي عن رايح مستويات العسكرة، قوى المقاومة في المنطقة تعد نفسها وتفكر في كمان كيفية إعادة زيادة ردعها بأشكال وكميات ونوعيات التسلح في الفترة المقبلة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية بنعزع موضوع البطريقي واحترام لها، بس هذه الورقة هذا الفجوة على 1550 اللي حتى التيار الوطن الحر مايز حاله، يعني عامل تمايز عن هذا الخطاب بشكل أساسي، بقول هذا ملف يعني لا يعالج بهذه الطريقة. عم نحكي عن يمين اللبناني إذا بدك. بالنسبة له اليمين اللبناني ليكي في عنا بالضيعة ملعب فوتبول، بيروح الشباب والكبار بيلعبوا فيه بياخدوا أولادهم، فحد ملعب فوتبول الكبير الأساسي في ملعب فوتبول صغير هيك يعني كم متر بمتر، بيعطوهم طابة صغيرة للأولاد بيلعبوا فيها ليكون خلصت اللعبة المباريات الأساسية، بس تخلص بيفوتوا الأولاد بيشوطوا بالملعب الكبير شوي بياخدون على البيت. فنحن اللي عم نلعب بالملعب الكبير وفي حدنا ملعب صغير، مين بيلعبوا بيلعبوا قد ما بدهم، هو اليمين المتطرف انه هلا عم بيلعبوا، بس بيلعبوا ساعه احيانا الطابه اللي لهم بتفوت على الملعب الكبير بفكروا ان صاروا باللعبه بيردوا لهم اياها بنقول لهم كملوا اللعبه، بس تخلص اللعبه الكبيره بصير هذا الموضوع. هذا شو هذا استخفاف بالشريك بالوطن يعني؟ هذا وضع الامور في نصابها واعطاء الامور حجمها، اللي هو شايف بعد كل ما جرى من 7 اكتوبر والمذبح اللي فيها 35 الف فلسطيني ذبحوا امام العالم، شايف انه اليوم مشكله في لبنان، جايب معي ورقه انه هي سلاح حزب الله، هيك بنرد عليه. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بعد 7 أكتوبر قالوا روح عمل جولة بأوروبا لتجيب لنا الدعم إنه إحنا ليش لازم نقتل بالفلسطينيين، فراح فقال مش أقل من دقيقة، بيقول هو بسياق العرض لأنه بفيد دش بلبنان شو عم بصير،
بقول لقد تسامحنا لسنوات عديدة مع هذا النوع من الجيوش، الجيوش الإرهابية، بقول قبل حماس وحزب الله، وهذا الآن لم يعد بإمكاننا التسامح معه هلأ بعد 7 أكتوبر. إن الجمع بين الإرهاب العسكري ووقت إنذار قصير، يعني أنتوا قراب على الحدود ما فينا نعرف إمتى تهجموا علينا، والتجذر في السكان، وهي حركات دايبة بالسكان ولا تتبع القانون الدولي، هذا أمر لا يطاق. ولهذا السبب يعتبر هذا الحدث، يعني 7 أكتوبر، لحظة فاصلة، وأنا متأكد من أننا على وشك حدوث نقلة نوعية في استراتيجياتنا ككل. نحن على وشك حدوث نقلة نوعية في وعينا الوطني والشخصي، وفي هذا الصدد لا يعد هذا أقل من نقطة انعطاف في تاريخ الشعب اليهودي وتاريخ الصهيونية. يجب علينا تغيير عدسة الدفاع والاستراتيجية كله جديد لا يوصل يقول. ولهذا السبب قررت الحكومة، بيقول أن دولتنا تمتد من الحدود الشمالية لقطاع غزة إلى إيلات، ويجب علينا التعامل مع كل تلك الأماكن بشكل استراتيجي. ولهذا السبب قررت الحكومة بحق أن هناك حلا واحدا لهذه الحرب، القضاء على حماس. لا يمكننا أن نتسامح مع هذا النوع من المجاورين لها، بيقلها بمحل تاني، لا يمكننا أن نتسامح مع حزب الله. كل ما ناقشته عن حماس، كل اللي كنت عبلك إياه بشوي عن حماس، لا يمكن أن نقبل ما نعمل يسري ينطبق على حزب الله الآن.